السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم يا اخوان اعيد لكم شرح تفعيل خاصية الربح على قناتك في اليوتيوب. ندخل على هذا التطبيق، طبعا التطبيق مجاني في الابل ستور. بعد ما تدخل عليه راح يطلب منك تسجيل الدخول على قناتك في اليوتيوب، تسجل الايميل والباسورد، راح تفتح لك هذه الصفحة. نضغط على هذا الخيار من هنا، وبعد كذا تطلع لك مجموعة خيارات. ندخل على الفيديوهات من هنا، وراح تطلع الفيديوهات اللي انت منزلها على قناتك. اللون الرمادي هذا غير مفعل الارباح، واللون الاخضر علامة الدولار من هنا هذا مفعلة. نضغط على اللون الرمادي من هنا، نضغط هنا وتفتح لك مجموعة خيارات. من الاعلى نضغط على ايقونة القلم، وبعد كذا تطلع لك مجموعة خيارات من ضمنها ميزة تحقيق الربح موجود هنا متوقفة. ندخل عليها من هنا، ومن الأعلى من هنا نضغط هنا ونختار مفعلة، يعني تفعل هذه الخاصية. راح تطلع لك مجموعة خيارات تأشر عليها كلها، ونضغط من الخلف على السهم من هنا، وبعد كذا على حفظ، وراح يتم تفعيل هذه الخاصية بإذن الله. أتمنى الشرح كان واضح وسهل. أشكركم على المتابعة، فمان الله.